أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم أكل لحم الوبر وكذلك الوبر؟ نعم بإسكان الباء. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم أكل لحم الوبر وكذلك النيص؟ أما الوبر فهو حلال، لأنه يعني دويبة تأكل من الأعشاب ومن، فهو حلال. وأما النيص وهو كبير القنافذ هذا حرام، يعني جاء في حديث لأنه يعني من الخبائث. نعم.